حضرتك مش شايف انه قاسي شوية على الناس؟ بمعنى هناك نوع من القسوة. تزعلش مني، انا عارف كل الاسئلة ده. هناك نوع من القسوة كلها طبطبة، بس المشاهد مش ممكن المشاهد ما يفهمش. بيشتكي ده. لا، المشاهد ممكن ما يفهمش ان دي طبطبة. يعني ماليش دعوة، يبقى ما يسمعش غنى. ليه؟ لان الغنى حسي. مين صوت مصر اكتر دلوقتي؟ لا عندنا السيدات مين؟ لا في في اظن انت بتكلميني وانا طالع من العيا وبتضغط عليا، عايز انا من كل ده خالص دلوقتي. خالص انا عايزه انسيك العيا خالص. النهارده انغام اوعى تفكري انغام لما بتقل نتيجه استقبال الجمهور. لما بتقل تعالي بقى، عملت حفله عندنا مطربه كسرت الدنيا يا بابا. عندنا مطربه ممكن تبقى يعني اوعى في اي بلد عربي اللي هي اللي جوزت وطلقت والبلاوي اللي شيرين.